السلام عليكم في برنامج من الآخر. حلقتنا الليلة عن ضرب السفارة الإماراتية في السودان. سبحان الله، يدعموا الدعامة ويبكوا على خيبتهم. لعنة الله عليك يا بن زايد شيطان العرب، ما لكم زعلانين يا الإماراتيين عشان بناية دمرت حتة حيطة وحتة سقف دايرين تبكوا؟ ما زعلانين انه بلد كاملة اتدمرت بسببكم؟ العجب في الموضوع، الامير العام مجلس التعاون كدين عليك الله عين ذلك، كمان جماعة الخليجيين السعوديين والقطريين وبحرين كدين وزعلانين، ده يثبت انه هم ذاتهم لاعبين تيحي تيحي مع الامارات. قالوا شنو؟ قالوا اتفاق جدة زي ما قال عقار. انا داير اقول لكم نحن لا ماشيين جدة ولا ماشيين جدادة. لا ماشيين جدة لا ماشيين جدادة. انتوا يا ناس مجلس التعاون، انتوا عارفين انه ميليشيا الدعم السريع بقيادة الامارات قصفوا المستشفيات والمدارس والبيوت والمراكز الحكومية، وما في دولة خليجية فتحت خشومة لا استنكرتوا ولا انتقدتوا دولة الإمارات. أنا ما مستغرب، أصلا الخليجيين دول أصلا جدهم الكبير أبو جهل، عشان كده عادة تطلع منهم حاجات زي دي. وحس الإمارات عاملة مسرحية سخيفة تدين الجيش يقعد يسباكوا في الإعلام كده. لحظة، انتوا الإماراتيين عندكم دليل ما يثبت إنه طائراتنا ضربت سفارتكم؟ الحاجة الثانية، ليه ما تكون دي واحدة من المتفجرات اللي فكوها ملايشكم؟ هم فكوا دانات كثيرة حولين السفارة بتاعتكم من بيوت ومستشفيات. وعلى فكرة الموقع ده تحت سيطرة الدعم السريع، وكمان الدانة جات وقعت في مقركم. سمعنا يا دانة. على فكرة يعني في 40 سفارة اتضربت قبالكم، يعني من قبل جيشكم او من قبل ميليشياتكم الدعم السريع. ليه السفارات دي ما طلعت بيان دانة الجيش؟ والمعلومات اللي جاتنا كان في اجتماع من قبل قادات الدعم السريع داخل مقركم في السفارة الإماراتية. يعني اذا تكلمنا على الضربة دي حتكون حلال علينا، مشروع ضرب اي موقع تابع للدعم السريع، نضربكم ضرب الكلاب. ثم ثانيا كده اذا السفارة دي ما انضربت، الشعب السوداني اول خطوة هيعملوها بعد ما الجيش ينظف من الجنجويد وجنجويدكم وملايشكم، الشعب السوداني حيمشوا هيحرق السفارة بتاعتكم دي، سفارة الامارات دولة الشر. وحنحول مقر سفارة الامارات الى متحف وذكرى سنوية يجوها السياح يزوروا المتحف ويقروا تاريخ انجغام جنجويد الاماراتيين. وحنسمي المتحف كده خرطوم مقبرة الجنجويد. كل الميليشيا ورعاتها وداعميها لن تكن لهم اي مشاركة في مقبل السودان الا يجوا صاغرين، يجوا مستسلمين، نفرض عليهم شروطنا نحن دارنا. الزول المعفنة دي او المنخلة دي اسمها ابتسام الكتبي. طيب الامارات والسودان مشتكين علينا، ترى مشتكين على الامارات. النظام اللي اشتكى علينا مش السودانيين. يعني النظام متحالف مع الاخوان، طبيعي اني اشتكي علينا. الامارات ضد الاخوان مشتكين علينا نحن، يعتبرون ان احنا متدخلين في السودان. احنا مش متدخلين في السودان، احنا موجودين هناك لان عندنا مصالحنا، عندنا مصالح اقتصاديه في السودان، عندنا استثمارات لازم نحميها. كيف تترك استثماراتك بالمليارات؟ عندنا استثماراتنا، يهمنا استقرار السودان لان عندنا مصالح هناك. وهي رئيسه مركز الامارات للسياسات، الزوله دي ما ذكرت، قالت عندها استثمارات في السودان لازم نحميها. تحموا استثماراتكم عن طريق ملايش مرتزقة يقوموا يغتصبوا ويسرقوا ويقتلوا الشعب السوداني؟ انتوا ما دارين تحموا استثماراتكم، انتوا دارين
تنهب ثروات البلد بالاختصار. مستعدين تبيد الشعب السوداني كله عشان تنهب ثروات بلدنا. تخيل ورا الموضوع ده منه عبد الله حمدوك الوزير السابق. الصورة دي السنة الفاتت 2023 شهر 11 في عز الحرب مع الملايش. حمدوك طبعا هو رئيس تنسيقية تقدم اللي بيطالبوا لا للحرب ونعم للسلام ونخد يدينا في يد الدعم السريع. وطبعا ما ننسى القيادات المعاو خالد سليك وياسر علمان والدقير وغيرهم. عشان نقطع الشك باليقين، دي مؤامرة كبيرة جدا الإمارات وخونت جماعة التقدم ضد سياسة دولة السودان. السودان يواجه مؤامرة فيها أطراف متعددة إقليمية ودولية، استعانت بمأجورين، استعانت بمرتزقة، استعانت بخونة، ناس خاينين بلدهم، ناس ما عندهم هم يصلوا للسلطة، وإن كان فضل واحد سوداني ما في أي زول سوداني بيقبل أنه تاني هذا المسمى بالدعم السريع أو الناس ساعدوه يكون عنده وجود وسطنا هنا في السودان. مواجهتنا الجاية شاملة وشرسة، معاكم أنتم يا الإماراتي. لا سلم الله الإمارات. اللهم احرق شيطان العرب في نار الدنيا قبل الآخرة. اللهم آمين. سلام.